الاستديو مخرجنا. هذه الجلسة وين كانت أول شيء؟ هاي الجلسة كانت في قطر، كان في احتفال جابوا كاظم الساهر وسعدون جابر وسووا جلسة عراقية قطرية. الله. غنى بها كاظم وغنى سعدون جابر، احتفال أعتقد بالعيد الوطني لقطر، فصارت جلسة هو برنامج. أي سنة هذه تقريبا؟ هاي بالسنة 93. 93. 93. يلا.